سريع على زالة لاب قلب الدفاع. هناك الضغط على حمل الكرة في اللقطة الماضية، ولكن بناء الهجمة من خلف للمنتخب المغربي، فيها سرعة، فيها مرور الكرة الماضية مرفية بشكل رائع، المرور الرائع الحاضر من عمر العمراني، عرضية وفرصة أولى والكرة مرة. لعبة رائعة حضرت من عمر العمراني والمتابعة من أشرف. نشاهد عمر، شوف انطلاقة عمر، شوف متابعة عمر والإصرار. الكرة الماضية لم تخرج بعد ذلك، التحاق بالكرة والعرضية الجميلة خلف الدفاع والفرصة الأخطر في هذه الدقائق. تمريرة جميلة من العمراني وأيضا متابعة من محمد أسبول في وعلى الرتم السريع وعلى أيضا الحلول الفردية وال الكرات السريعة. فرصة للمنتخب التونسي، السلام على المرور والكرة، الله على فرصة وكرة، يا السلام، الله، لا 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 لا، هدف رائع من زياد بريمة، هدف أول للمنتخب التونسي. فعل كل شيء زياد بريمة، فعل كل شيء زياد بريمة. أصحاب الزي الأحمر نصور قرطاج يقصون الشريط الأحمر ويفتتحون الأهداف بهذه الطريقة، عن طريق من؟ عن طريق زياد إبراهيم. يا سلام، شوفونا التمريرة، شوفونا البينية، وبعد ذلك الاستلام من زياد إبراهيم، هذه الأولى، نعم العودة بعد ذلك مرة أخرى، واللعب في الزاوية الصعبة التي كانت في جانب حارس المرمى والمدافع. شوفونا اللقطة، شوفونا المهارة، شوفونا المتابعة، ماذا تفعل زياد إبراهيم؟ نعم يسجل هدف رائع في ثلث ساعة أولى من الشوط الأول. يا السلام، يا السلام على هدف جميل عن طريق زياد إبراهيم. نعم المنتخب التونسي يتقدم في نصف نهائي ومن الشوط الأول في هذه الدقائق. كرة كانت صعبة وكرة كانت بمهارة عالية، وهنا زياد إبراهيم عالية وبعد حل فردي حاضر من هذا اللاعب. الكرة بتصل إلى وسط الميدان، تمريرة سريعة، لا زالت هذه فرصة، هذه فرصة، هذه فرصة، فرصة لهدف ثاني وكرة جميلة، واللقطة الماضية، السلام على تصدي رائع وعلى كرة خطيرة. هذه الفرصة الماضية وهذه العودة، هذه التمريرة، نعم التمريرات السريعة والكرات الجميلة، أسيست كان رائع والتسديدة كانت حاضرة من يانيس الصغير وحارس المرمى الرائع يوسف الغزال الذي أخرج الكرة الماضية. نعم حارس المرمى أصبح مدافعا في لحظة، وهنا حلول جواو فيليب مع مساعدة في هذه الدقائق. الركلة الركلية لصالح المنتخب التونسي، نعم الكرة بتلعب ركلة ركلية عالية طويلة ورأسية، الله، جول للمنتخب التونسي، الله على هدف، على كرة، الهدف الثاني لا يتأخر كثيرا عن طريق شاب العبادي، وفي هدوء تام وفي صمت عام وفي ردة فعل لم تكن مسبقة تماما، ركلة ركنية جميلة وهدف ثاني رائع، نعم لمنتخب التونسي. يا السلام على كرة وعلى ارتقاء وعلى راسية من شاب العبادي، لا 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 لا، راسية رائعة العبادي، الكرة التي اصطدمت بالقائم بعد ذلك حضرت في الشباك وفي مرمى المنتخب المغربي. المنتخب التونسي يتفوق في هذه الدقائق ويقدم نفسه بشكل رائع، هدفين لم تتأخر كثيرا تمام. قد نشاهد حلول حاضرة من المدرب البرتغالي جواو فيليب، هنا فرصة للمنتخب المغربي سريعة وتسديدة رائعة الكرة الماضية، حاضر نعم هنا في هذه الواجهة حضور من الجانب وسط الميدان، تمريرة سليمة، الكرة فيها فرصة، فيها مرتدة سريعة لصالح المنتخب المغربي، هنا انطلاق إلى الجهة اليمنى، لا زالت السرعة من منتصر لثامي، تمريرة فرصة وتسديدة لم تكن حاضرة، الكرة لا زالت إلى الجهة اليسرى، ولكن الكرة مرت، الكرة مرت، هذه الكرة الماضية، هذه اللقطة الماضية، تشاهد الرقابة حاضرة، وهنا تمريرة لثامي، وهنا من الزاوية الأخرى التي
اللاعبين المميزين ايضا المنتخب التونسي كما شاهدنا الى حد هذه الدقيقة. نشاهد هنا فرصة رائعة سريعة، التسديد هو الحل والكرة الماضية مرت. نعم لا حوار ولا حديث في مثل هذه الكرات، الكرة امتى لاعب بتعود الى محمد اسبول يتابع لعبة جميلة وفرصة رائعة. الله هذه كيف مرت، كيف عدت بهذه الطريقة، برافو يا محمد اسبول، لعبة جميلة محمد اسبول ونظرة رائعة. شوف اللقطة الماضية، شوف الركلة الركلية، شوف الراسية، شوف هنا محمد اسبول بقدم يسار بنظرة بأسست رائع الى زميلة في الكرة الماضية. هناك التسديدة التي كانت عن طريق أشرف رمزي، جانب من الحضور الجماهيري العبادي لعب خط الوسط الذي يمرر الكرة إلى الجهة اليسرى. هناك عند يانيس الصغير، يانيس يبحث عن فرصة، يانيس يخترق الدفاع، يانيس فيها تسديدة ومتابعة. الله على الكرة الجميلة، نعم آخر فرصة في الشوط الأول عن طريق يانيس الصغير. الشوط الأول انتهى هنا ما بين المغرب وتونس في هذا اللقاء، وفي النصف النهائي نعود وإياكم في الشوط الثاني بالصافرة. الشوط الأول حضرت بطاقة هنا وبطاقة هناك، بعد ذلك الشوط الثاني تحضر البطاقات على لاعبي المنتخب المغربي والتسديدة الرائعة. إصرار على هذه الكرة، بعد ذلك كرة طويلة إلى وسط الميدان، العودة إلى الجهة اليمنى. هناك من شاب العبادي تمريرة سريعة خاطئة من أشرف رمزي، بعد ذلك إلى وسط الميدان تصل إلى الجهة اليسرى. الشوط الثاني يبدأ بشكل جميل ورائع لكل المنتخبين. الله ما أروع من هدف وما أجمل من هدف، لا 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 فاروق الميموني يا سلام، هذه صعبة يا يوسف الغزال، هذه صعبة يا يوسف الغزال. نعم الكل يصفق والكل يفرح في اللقطة الماضية، هدف بشكل مختلف وبطريقة عالمية يا سلام. وينها 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 يا فاروق، لعبة وتسديدة ونظرة وزاوية صعبة على يوسف الغزال، وسع نفسه. شوف 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 فاروق، شوف فاروق يا سلام على الميموني، من أجمل الأهداف، من أجمل الأهداف ومن أروع الأهداف. هذه الأهداف لا تشاهدها إلا من أقدام عالمية رائعة. فاروق يسجل هدف جميل ويسجل هدف رائع. هذه النتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء ما بين كلا المنتخبين، لم تحضر على مستوى تاريخ المواجهات التي جمعت المنتخب المغربي بالمنتخب التونسي. الكرة تصل إلى الجهة اليسرى، متابعة زياد، إبراهيم خطير، إبراهيم عند الحل، إبراهيم تسديدة. الله جول رابع للمنتخب التونسي، نصور قرطاج يفعلونها في هذه الدقائق. نعم زياد بريما بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، زياد بريما يعززون باسم الهدف الثاني ولكن الهدف الرابع لمنتخب بلاد المنتخب التونسي. زياد 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 وين هي زياد؟ نعم بريما إصرار عجيب، عنده حل فردي جميل، مهارة، بعد ذلك تسديدة وصعبة على يوسف الغزال. مرور كان جميل من زياد، نظرة زياد بريمة في زاوية بعيدة على يوسف الغزال. يا السلام يا زياد بريمة، أربعة أهداف لتونس في هذه الدقائق وفرحة واضحة وحاضرة هنا للاعبي المنتخب التونسي. المنتخب التونسي هو صاحب أربعة أهداف والمتابعة مستمرة والكرة مرت وإلى ركلة مرمى، برافو.